الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: أنا حبيب الله، أنا خليل الله. إذن هذا المقام العظيم وهذه المرتبة الكريمة وهذه الدرجة الرحيمة من الله سبحانه وتعالى كل إنسان منا يشتاق إليها، ينظر إليها، يرنو للوصول إليها. الأولى هي مقام أرفع من الحب، والثانية لا تكون إلا للصديق الخالص. ذكرها المولى جل جلاله وجعل لها شرطاً عظيماً. هذا الشرط لكل من رأى في نفسه أنه خليل، أو رأى أن هذا الإنسان خليل. فمن هو الخليل؟ أول معرفة نتعرف عليها في مقام الخلة أن الخلة هي أرفع من الحب.